لدي محل لبيع الملابس، وهناك نوع منها عليه رسم يشبه الصليب، ما حكم بيع هذه الملابس؟ لا يجوز بيع الملابس التي عليها صور عموما، صور ذوات الأرواح أو عليها صورة الصليب، وهذا أشد، لأن هذا شعار النصارى الذين يعبدون الصليب والعياذ بالله، ويعلقونه على صدورهم. ففي لبس الثوب أو اللباس الذي عليه صليب تشبه بالنصارى وحمل لشعار النصارى، فالواجب الحذر من هذا.